نشرة الأخبار من 218 نبدأها بالعناوين. لودريان: تحرير سرت من داعش لا تعني النهاية. كريدين دينو: عملية صوفيا هدف لدحر الإرهاب. كوبلر: لا بديل عن الاتفاق وحظر التسليح لا بد أن يستمر. أهلا بكم من جديد. وصف وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان استعادة مدينة سرت من تنظيم داعش بالخطوة المهمة، إلا أنها لا تعني أن النزاع مع التنظيم قد انتهى. لودريان قال إن هزيمة داعش ليست سوى مرحلة والأمر لم ينتهي بعد، لأن هناك مجموعات توزعت على أراض شاسعة، كما أن هناك من ينتمي إلى تنظيم القاعدة، منوها إلى أن العمل السياسي يجب أن يبقى أساسيا، ومن المهم أن يتكلم كل الفاعلين في الملف الليبي بصوت واحد للوصول إلى هذه النتيجة، لأن انتصار سرت قد يكون عنصرا محفزا للوصول إلى الاندماج السياسي بحسب تعبير الوزير. من جهته قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني أن هناك معلومات تفيد بأن تنظيم داعش على اتصال بالقاعدة في شمال وجنوب البلاد. الكوني أضاف أن هناك مجموعات تمكنت من الفرار من سرت، مرجحا أن تكون عناصرها هربت إلى الصحراء. أمس الثلاثاء كان الموعد مع سرت واحتفال محاربي قوات التحرير بدحر عناصر داعش وطردهم من المدينة. كاميرا 218 كانت هناك مع صور حصرية للحشد المبتهج ورصد آخر لعملية إنقاذ عائلة من تحت الركام. نتابع. هاتفين باسم ليبيا، هنا المئات من شباب قوات تحرير سرت فرحين بتحرير المدينة ودحر الإرهابيين. أكبر، لن ترفع لهم راية خوارج هذا العصر. الله أكبر ولله الحمد، نترحم على شهداء البنيان المرصوص، الله مشفي جرحانا، الله أكبر ولله الحمد. مجهود الشباب، دم الشهداء لن يذهب هباء، الله أكبر. هذه اللحظة تاريخية، الله أكبر ولله الحمد. عاشت ليبيا حرة، نعم ليبيا وحدة موحدة بعزيمة هذا الرجال. الله أكبر، الله أكبر. في وقت سابق من ذات اليوم قبيل أفراح النصر والتحرير، كانت عناصر غرفة تحرير سرت تتحرك نحو إنقاذ النساء والأطفال من تحت ركام البنايات. اليوم إن شاء الله في تقدم ومن الثوار إن شاء الله والقوة تبارك الله والأمور إن شاء الله 100%، والتقدم بالشوي بالشوي حرصا على الشباب، وإن شاء الله التقدم إن شاء الله في الساعات القليلة تم إن شاء الله بإذن الله. اليوم تم، إحنا في آخر معاقل الدواشو، الله أكبر، منتصرين بإذن الله. هذا اليوم المبارك يوم الثلاثاء شهر 12، وإن شاء الله يعني في تقدم وإنهاء المعركة بإذن الله، معركة الحسم. نترحم على الشهداء والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله، وإن شاء الله ما تتكررش المواضيع هذه في مدن أخرى في ليبيا. الله أكبر ولله الحمد. رافعين راية البلاد بدلا من راية الإرهابيين، لم يتوقف المقاتلون عن الإنشاد والتهليل، يتبادلون التحايا والتبريكات، هاتفين في رسالة لأمير الظلام: القابع في الموصل لا يزال، قولوا البغدادي وعيالة ليبيا فيها رجالة. وكانت غرفة عملية سرت قد أعلنت انتهاء العمليات القتالية داخل المدينة بعد السيطرة الكاملة على الجيزة البحرية، مبينة أن عمليات التمشيط والبحث عن عناصر داعش ما تزال مستمرة. الغرفة في بيان لها طالبت المجلس الرئاسي بتشكيل قوة مهام خاصة لملاحقة عناصر داعش الفارين، مضيفة أن هؤلاء العناصر يشكلون خطرا على أمن البلاد، موضحة أن الإرهابيين يتحركون في رقعة واسعة في الوسط والجنوب الليبي.
وأضاف بيان الغرفة أن الإعلان عن تحرير سرت سيتم بالتنسيق مع المجلس الرئاسي بعد وضع خطة شاملة لتأمين المدينة. في مقابلة خاصة مع قناة 218 قال عضو الحوار السياسي بالقاسم قزيط إن المعركة ضد الإرهاب يجب أن توحد جميع الليبيين، مضيفا أن جميع فئات الشعب الليبي شاركت في هذه المعركة. الآن هذه المعركة يجب أن توحد الليبيين في مواجهة الإرهاب، والإرهاب أعتقد بالتأكيد أن هذه ضربة قاسمة تعرض لها الإرهاب في ليبيا. نعم. لكن المعركة ربما تكون هناك معارك جانبية خفيفة ما زالت أقل حدة، لكن المعركة لم تنتهي. نتمنى الحقيقة كل الجهود سواء كانت في شرق البلاد أو غربها تتوحد لمحاربة الإرهاب. يجب أن تتوحد كل قوة الليبيين لمحاربة الإرهاب المصنف. الإرهاب المصنف هو تنظيم الدولة داعش وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة. نعم. غير ذلك الحقيقة نحن لم نتفق على أن تنظيمات إرهابية، ربما نختلف معها فكريا سياسيا ولكنها ليست تنظيمات إرهابية. نعم. هذه المعركة هي للجميع، ويجب أن توحد كل القوى في ليبيا لمحاربة الإرهاب. هي للجميع، هي للرئاسي وهي للشرق وهي للغرب وهي للتوار وهي للجيش، شاركت فيها كل التصنيفات التي تخطر على بالك، شاركت في هذه المعركة. نعم. قال الأميرال أنريكو كريديندينو قائد عملية صوفيا إن العملية رادع عملي ضد أي تهديد إرهابي، وهي تسهم بزيادة الأمن في منطقة وسط البحر المتوسط. كريديندينو أضاف أن عملية تدريب القوات البحرية وخفر السواحل الليبيين ماضية كما هو مخطط لها، مشيرا إلى أنه بدأ العمل مع أول دفعة مكونة من 78 جنديا ليبيا تم تحديدهم على متن السفينتين المختارتين للمهمة، كما تم اختيار المتدربين بعناية ومن أعلى المستويات من قبل السلطات الليبية، وهم عسكريون بما لا يقل عن سنتين من الخدمة، موضحا أن الهدف المرتبط بالمهمة الجديدة الموكلة لعملية صوفيا هو زيادة قدرات خفر السواحل والقوات البحرية الليبية لتمكينها من فرض السيطرة على مياهها الإقليمية. وفي سياق متصل قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الناتو قرر توسيع مهام عملياته البحرية قبالة ليبيا وتطوير مسؤوليتها لتشمل مجالات أخرى. ستولتنبرغ الذي تحدث خلال اجتماع وزراء خارجية الحلف أكد وجود تنسيق بين الحلف والاتحاد الأوروبي على المهام في المتوسط، وفي مقدمتها التصدي لداعش والحيلولة دون أي محاولة لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن مهمة الحلف ستكون مستعدة لتنفيذ ما تراه مناسبا عند الضرورة، لأن الأمر لا يتضمن التحرك داخل المياه الإقليمية لليبيا. إلى ذلك، وفي إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إن مؤسسات الاتفاق السياسي تعمل دون مستوى التوقعات، مضيفا أن الليبيين محبطون بسبب بطء وتيرة التقدم السياسي. كوبلر جدد التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد الفعال ولا بدائل له، مشيرا إلى أن مواد الاتفاق ليست منقوشة على حجر حسب تعبيره، قائلا إن الاتفاق ينص على آلية للتغيير في حال تطلبت الظروف السياسية ذلك. وعن الوضع العسكري قال كوبلر إن تنظيم داعش تقلص وجوده إلى بضع مبان، مضيفا أن الجيش الوطني يحرز تقدما ويسيطر على منطقة تلو الأخرى في بنغازي. المبعوث الأممي شدد على ضرورة بقاء تطبيق الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا حتى يصبح لدى ليبيا جهاز أمني متماسك وموثوق. وبالنسبة للحالة الاقتصادية نوه كوبلر إلى أن انعدام سيادة القانون والفساد والعوائد المرتفعة للسوق السوداء ستؤدي لاختفاء مليارات الدولارات في حسابات مشبوهة.
غير بعيد عن ذلك، ناقش نائب المجلس الرئاسي علي القطراني مع جورجيو شفراتش مبعوث الحكومة الإيطالية ومسؤول الملف الليبي بالخارجية الإيطالية، ناقش أهم القضايا السياسية في البلاد. القطراني أكد أنه لا خيار إلا العودة إلى المسودة الرابعة من الاتفاق السياسي باختيار رئيس ونائبين، وأن يكون اختيار منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة من اختصاص مجلس النواب. كما أوضح القطراني بأن الرئاسية فشل في إدارة شؤون البلاد وضبط الأمن، وأن المرحلة القادمة تتطلب دعم الجيش الوطني لمساعدة الليبيين للخروج من هذه الأزمة. اقترحت كتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب التصويت على انتهاء الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي بعد أول جلسة تعقب 17 من الشهر الجاري. اقتراح الكتلة جاء بعد اجتماع عقدته في مقر البرلمان بمدينة طبرق. عضو المجلس إدريس عمران أوضح أن النقاط التي اتفقت عليها الكتلة سيتم تقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها في جلسة رسمية، فيما بينت الكتلة أنه إذا استمرت حكومة الوفاق بعد التصويت فسيتم مخاطبة المجتمع الدولي للحصول على قرار بفض الاتفاق. أعلن مدير المكتب الإعلامي بالقيادة العامة لقوات الجيش الوطني سيطرة القوات المسلحة على أكثر من 6 مواقع دفاعية للجماعات الإرهابية في منطقة قنفوذة غرب بنغازي. وأكد خليفة العبيدي أن القوات المسلحة ما تزال تتقدم بكل ثبات في كافة محاور الاشتباكات بمحور قنفوذة ومنطقة بوسنيب. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. أزمة الوقود في مدينة صبراتة. لودريان، تحرير سرت من داعش لا تعني النهاية. كريد الدينو، عملية صوفيا هدف لدحر الإرهاب. كوبلر، لا بديل عن الاتفاق وحظر التسليح لا بد أن يستمر. أهلا بكم من جديد. أقيم في مدينة صبراتة اجتماع من أجل وضع حلول لأزمة نقص الوقود والمحروقات بالمدينة، نتابع. الوقود والغاز شبه مقطوعة في البلد النفطي، وفي صبراتة الأزمة تتفاقم كل يوم، مما دعا لإقامة اجتماع بمقر مراقبة الاقتصاد بالبلدية بشأن وضع حلول لأزمة نقص الوقود والمحروقات بالمدينة. ونحاول نعرف المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب المحطات في صبراتة، وهذا الاجتماع بنحاول أن نخرج بالاجتماع هذا بفائدة لصبراتة، وناقشنا طبعا المشاكل والصعوبات التي تواجه في صبراتة سواء من شركة البريغا أو ما هي الصعوبات التي تواجه أصحاب المحطات، وما هي المشاكل والصعوبات التي أدت إلى قلة الوقود في صبراتة، لأن احنا المدة هذه نعاني من قلة الوقود في صبراتة أكثر من شهر. احنا الوقود في نقص شديد. ناقش الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب محطة الوقود وكيفية التواصل مع شركة البريغا لتسويق النفط لمعرفة المشكلة في نقص المحروقات. وهذه المشكلة من هذه المنبر احنا ناشد الأخوة في شركة البريغا انهم يشوفون حلها المشكلة هذه، لأنها المشكلة تفاقت يوم بعد يوم. والوقود الحمد لله احنا دولة بترولية، دولة مصدرة النفط، دولة نحاول كيف نساعد الدول المجاورة ونساعد الأخوة في المناطق المجاورة، ونجي نلقى حتى المواطن الليبي ما عادش لاقي الوقود ما عادش موجود في المحطات. أوقفت أزمة الوقود عمل المخابز وتسببت في نقص حاد للمحروقات بمستشفى وعيادات المدينة، ويحاول الاجتماع
وضع آلية لتوفير الوقود بأسرع وقت ممكن. مش معقولة صراحة فيها 20 محطة وقيس على المنطقة العربية بالكامل كم فيها المحطة. ساعة برمجة، برنامج تعليمي ضمن الأسبوع العالمي لعلوم الحاسوب، ينظم هذه الأيام في مدن ليبية مختلفة، منها البيضة التي انطلقت منها ساعة برمجة في أولى المحطات مع مدرسة الوحدة للتعليم الأساسي للبنات. هذا المبنى المتواضع لمدرسة الوحدة للتعليم الأساسي في البيضاء لا يشي بأن صالته وفصوله احتضنت برنامجا حداثويا عن الكمبيوتر. ساعة برمجة حدث عالمي يقام في الأسبوع العالمي لعلوم الحاسوب الذي يصادف أول أسبوع من شهر ديسمبر من كل عام. كانت الانطلاقة من مدرسة الوحدة، وعندنا قسمنا احنا ثلاث فرق، ففي فريق انطلق لمدرسة الصديقة وفريق انطلق لمدرسة المناهل، ومازال عندنا الأيام القادمة حتى لنا عدد من المدارس نستهدفوهن. الموضوع المحاضرات إن شاء الله، أو خلينا نقوله التدريب اللي قدمنا ليهم أو وصلنا لهم مفهوم برمجة بطريقة مميزة خلينا نقوله أو مبتكرة عن طريق الألعاب، استمتعوا الأطفال وكانت انطلاقة جيدة ولله الحمد. ساعة برمجة يختص بتوصيل مفهوم البرمجة لشرائح مختلفة من المتعلمين والمعلمين على حد سواء، ويعتبره البعض من أكبر الأحداث التعليمية في العالم، وينظم في أكثر من 180 دولة حول العالم. اليوم دارنا مسابقة ساعة برمجة وكان ولعبنا معهم واستمتعنا واستفدنا منهم، وكان معنا الأستاذ أمجد شرقاوي والمدرب ابتسام والمدرب طارق، وأنا نشكرهم ودارونا حاجة يعني تفيدنا في المدرسة، ودارين مسابقة يعني حلوة عجبتنا كلنا وفكرة. ساعة برمجة لاقت ترحيبا من إدارات المدارس ومن التلاميذ وأطقم التدريس. كان الترحيب ما شاء الله بالنسبة لإدارة المدرسة بالكامل، في نفس الوقت الاستقبال الطالب كان ممتاز. هي فكرة ألعاب بسيطة، إن الألعاب بسيطة تعطي إيحاءات واضحة للبرمجة، يعني بدل ما نقول لهم خوارزميات أكواد كذا، عن طريق الألعاب هذينا نوصلوا لهم شن هي البرمجة، نساعدوهم على التركيز، نساعدوهم على الفهم، في نفس الوقت نحط روح التحمس فيهم عشان يرغبوا في البرمجة. بالنسبة للجيل يعني الجيل الجديد إن شاء الله يكون جيل واعد بإذن الله، يعني كنا نبغى نفهمهم بس مفهوم البرمجة يعني قبل ما يدخلوا في مرحلة متقدمة من التعليم، يعني هم يفهموا الحاسوب شنو والبرامج اللي نتابعوا فيه اللي نشوفوا فيه وينزل على الأجهزة الحديثة، يعني كيف مفهوم كيف يخترعوا فيه الناس المتقدمة يعني في الشيء هذا. نظم هذا الحدث التعليمي على مستوى البيضاء شباب متطوعون، ويتواصل لمدة أسبوع، وسيشمل معهدا وجامعة ومدارس تعليم أساسي أخرى. اجتماع بمقر ديوان المجلس البلدي طبرق لجهاز الخبرة القضائية وعدد من المؤسسات من أجل مناقشة مشاكل التلوث. في هذه القاعة بمقر ديوان المجلس البلدي طبرق التي اجتمعت فيه أجهزة الخبرة القضائية والبحوث والخدمات العامة والمياه والصرف الصحي لبحث مشاكل التلوث. نحن من خلاله نعد تقرير، احنا جوار جيرة بجهة بحثية نحن كبحوث وكبحث، متبنية الدراسة هذه الخبرة القضية والبحوث والمجلس البلدي. طبعا الخبرة القضية والبحوث هي تحول لما تقرير مفصل ومتضمن توصيات ومقترحات، هان يجي دور مهمة في برنامج ترشيحات تحكي عليه انت، وفي الضوابط وفي حلول حل المخنقات اللي سايرة في المدن. تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة فنية لدراسة التلوث البيئي في الشواطئ والمياه الجوفية بطبرق وضواحيها. ما فيش تنمية مكانية قريب في شلن كلهم باستثناء عدد ثلاث محطات. محطة الجغوب لأن الناس اللي قائمين عليها عارفين معتمدين عليها اعتماد أساسي، يفرطوا فيها معناها ينقطعوا. والله وحده عندكم في شركة الخليج هنا إياهي حققت المستهدف منها، والله الثالثة اللي نسويه اللي كانت في القاعدة. ليش؟ لأن كانت ميزانيات وبرنامج التشغيل بتاعها وموادها وبرنامجها دائما تحت كنترول، الأخرات كلها نفشلها. اللجنة ستقوم بدراسات وبحوث من أجل إعداد تقارير ودراسات وتوصيات يتم رفعها إلى الجهات ذات الاختصاص. من أجل إعداد دراسات فنية لموضوع التلوث في مدينة طبرق، زي ما عارفين أن طبرق تعاني
من التلوث البيئي ونتيجة مياه البحر، أيضا التلوث البيئي نتيجة موضوع القمامة في مدينة طبرق. كل هذه الموضوع إن شاء الله حيكون في هناك دراسات وبحوث وزيارات مدنية لهذه المواقع. هذه المساعي التي تقوم بها الجهات المسؤولة تهدف لتذليل الصعاب على المواطن وحمايته من التلوث. نبدأ ملفنا العربي والدولي من العراق، حيث قتل 3 جنود وأصيب 43 شخصا اليوم الأربعاء في هجمات انتحارية لداعش استهدفت مستشفى جنوب شرقي الموصل بحسب مصدر عسكري. ونقلت رويترز عن مصدر عسكري في الفرقة المدرعة 9 أن انتحاريي داعش شنوا 12 هجوما بمركبات مفخخة في الساعات الأولى من اليوم على منتسبي الفرقة التي تتحصن داخل مستشفى السلام التعليمي. وعن الإصابات في صفوف المدنيين أوضح المصدر أن أغلبهم كانوا في منازل مجاورة للمستشفى. يشار أن الفرقة 9 كانت قد تمكنت أمس من دخول مستشفى السلام التعليمي، أحد أكبر المستشفيات الحكومية الأربعة بالموصل، بعد اقتحام أحياء الوحدة وسومر جنوب شرقي الموصل، إلا أنه لم يقم بتحريرها بالكامل، وهو أول توغل له في الأحياء الجنوبية الشرقية منذ بدء معركة التحرير. وكانت القوات العراقية قد تمكنت من بسط سيطرتها على 8 قرى شمالي الموصل، وفي وقت واصلت فيه خوض معارك شرسة مع داعش في الشطر الأيسر من المدينة. ووفقا لرويترز، فقد تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من استعادة السيطرة على مناطق في عنق الساحل الأيسر بينها التأميم والقادسية الأولى، في حين واصلت المدفعية الثقيلة قصف أجزاء من غرب الموصل استعدادا لفتح جبهة جديدة ضد داعش. ومن العراق إلى سوريا، فقد هزت انفجارات عدة فجر الأربعاء مطار المزة العسكري في العاصمة السورية دمشق، وتصاعدت منه ألسنة اللهب، فيما لم تعلن وسائل إعلام مقربة من نظام الرئيس السوري بشار الأسد أسباب تلك الانفجارات. وقالت مواقع للمعارضة السورية أن الانفجارات كانت نتيجة انفجار في مستودع للذخيرة أو خزانات الوقود الخاصة بالطائرات اندلعت على إثرها الحرائق في مطار المزة العسكري. ونبقى في متابعة الشأن السوري، فبعد 3 أسابيع من بدئها هجوما لاستعادة السيطرة على كامل الأحياء الشرقية من مدينة حلب، تمكنت قوات الجيش النظامي وحلفاؤها من السيطرة على أكثر من 7 أحياء أهمها الحي القديم بالمدينة. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد شرعت قوات الجيش بعمليات التمشيط بأحياء حلب القديمة الواقعة في القسم الوسط من الجانب الشرقي للمدينة، في وقت انسحب فيه مقاتلو المعارضة إلى القسم الجنوبي في المدينة. كما أشار المرصد إلى تمكن قوات الجيش من التقدم مجددا في شرق حلب والسيطرة على حي قيول وباب الحديد شمالية شرق قلعة حلب، تزامنا مع غضاء مدفعي وغارات كثيفة لتحكم سيطرتها على أكثر من 75% من شرق المدينة. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من جهته أكد أن سقوط مدينة حلب بيد قوات الجيش النظامي لن ينهي العنف المستمر في سوريا. وأضاف كيري أن بلاده تعمل على جمع الأطراف المتحاربة في سوريا حول طاولة الحوار، لكن يبدو على الطرفين عدم الرغبة في التفاوض. ولفت كيري إلى عجز الأطراف المعنية بالأزمة السورية عن التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول كيفية إجلاء أو حماية المدنيين في المناطق المستهدفة في المدينة. وأشار الوزير الأمريكي إلى أن نظام الأسد لم يتوقف عن القتال ولم يبدي أي جدية للتفاوض بشأن إنهاء الحرب الدائرة في سوريا. But let's not get all turned up over things that haven't happened and appointments that haven't been made. My hope is that facts. أكد الرئيس باراك أوباما ضرورة تبني استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب تواكب الظروف المتغيرة ولا تعتمد على تكليف القوات الأمريكية بمهام محاربة الإرهاب في العالم.
أوباما وفي كلمة له بقاعدة ماكديل الجوية أكد أهمية دور الحلفاء والشركاء المحليين في ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب في العالم، لافتا إلى النجاح الذي تم تحقيقه في ليبيا والصومال ومالي. بهذا الصدد، ورغم توقع أوباما استمرار التهديدات الإرهابية في العالم خاصة في الشرق الأوسط، أكد أن إنجازا قد تم بالفعل في إطار الحرب على داعش، كون التنظيم خسر 50% من الأراضي التي كان يسيطر عليها، بالإضافة لتراجع عدد المنتسبين الجدد لصفوفه. ونبقى في الولايات المتحدة، حيث أكدت الخارجية الأمريكية فجر اليوم أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيكون قادرا على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران إن أراد ذلك، نافية صحة ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية من تصريحات للرئيس الإيراني حذر فيها الرئيس المقبل لأمريكا من الانسحاب من الاتفاق النووي. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أبلغ الصحفيين أن الاتفاقية النووية لا تندرج في إطار المعاهدة الرسمية، بالتالي فإن أحدا لا يستطيع منع أي طرف آخر في هذا الاتفاق من الانسحاب. إلى ذلك، أكد ترامب أن إدارته ستكف عن انتهاج سياسة إسقاط الأنظمة في الدول الأجنبية في حين تركز على الحرب ضد الإرهاب وهزيمته، وشدد ترامب على أن بلاده ترغب في تعزيز صداقاتها القديمة وتأسيس صداقات جديدة وتحقيق الاستقرار عبر الاستفادة من تجاربها السابقة والتركيز على هزيمة الإرهاب وداعش، مشيرا إلى أن كل دولة تتبنى هذه الأهداف ستعتبر شريكة للولايات المتحدة. والآن هذه جولة على درجات الحرارة في بعض المدن الليبية. لم يبقى إلا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. لودريان: تحرير سيرت من داعش لا تعني النهاية. كريدين دينو: عملية صوفيا هدف لدحر الإرهاب. كوبلر: لا بديل عن الاتفاق وحظر التسليح لا بد أن يستمر. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقع القناة الإلكترونية 218tv.net، بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كذلك صفحة القناة على تليجرام. إلى اللقاء.